السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمستمعين. معكم دكتور حمزة عبد الرحمن. اليوم حنبدي ناخذ موضوع آخر وطفيلي آخر. هذا الطفيلي من نفس عائلة أو من نفس جروب الفلاجيليتس. فلاجيليتس أو ماستيغافورا. الماستيغافورا والفلاجيليتس هي من الجروب التابع للبروتوزوا، وهو الصوتيات. الدرس السابق أخذنا الجياردية. جياردية كان أول مثال على الفلاجيليتس. أحب أذكر أيضا اللي ما شاف الدرس السابق ويريد يشوفه أيضا يدخل، أما في الوصف وصف الفيديو أسفل الشاشة أو يضغط على حرف I أعلى الشاشة. اليوم حناخذ الترايكومونوس. هذا الطفيلي ترايكومونوس. There are more than 100 species of trichomonas. أكو أكثر من 100 نوع species من trichomonas. But only 3 infect humans. فقط 3 من هاي الأنواع هي تصيب الإنسان. هاي الأنواع اللي هي شنية؟ trichomonas vaginalis, trichomonas tinax, and trichomonas hominans. هذين الثلاثة فقط يصيبن الإنسان. بقية الأنواع ما هتصيب الإنسان. زين، ترايكومونس فاجيناليس هو المهم بالنسبة لنا. هو الطفيلي المهم اللي يسبب لنا أمراضية للإنسان. زين، الترايكومونس فاجيناليس is an obligate parasite. يعتبر obligate parasite. هذا الobligate parasite اللي هي الإجباري. ما يقدر يعيش ما يقدر يعيش خارج الجسم. Cannot live without a close association with vaginal, urethral and prostatic tissues. ما يقدر يعيش خارج جسم الإنسان، ما يقدر يعيش خارج جسم المريض. لهذا السبب يسموه obligate parasite. والترايكومونس فاجيناليس هو يعتبر من ال sexual transmitted disease. يسبب لنا sexual transmitted disease. من الأمراض الجنسية. ويعيش وين؟ يعيش بالفاجينا، بالمهبل، باليورثرا، بالأحليل، وبالبروستات. يسبب لنا مرض يسموه تراكومنياسيس. تراكومنياسيس اللي هو asexual transmitted disease caused by trichomonas vaginalis هو عبارة عن مرض ينتقل جنسياً، والمسبب ماله تراكومنياس vaginalis. هذا تعريفه، تعريف التراكومونياسيس. المورفولوجي، مورفولوجي اوف تراكومونوس، شكلها شلون صاير؟ الاطوار، دائما لما نقول مورفولوجي بالباراسايت اللي هو يشمل الشكل، يشمل الاطوار، كم طور اكو. بالفاجيناليس، تراكومونوس فاجيناليس هاز وان ستيج اونلي، يحتوي فقط على التروفوزويد. سابقا او بنفس الجروب مالتي كان شنو جياردية. جياردية تحتوي على 2 ستيجز اللي هو تروفوزويد والسيست. بس بالنسبه لهذا المرض او هذا الطفيلي يحتوي فقط على تروفوزويد. There is no cystic forms، ما يحتوي على الطور الكيسي. It is pear shaped. شكله كومتري، شكل 7 to 23 length، الطول ماله 4 flagella extended anterior، 1 flagellum extends posterior. هنشوف الشكل ماله تروفوزويد، يحتوي على 4 flagella بالجزء العلوي، ويحتوي على flagella واحده بالجزء السفلي. يعني أصوات 4 أصوات بالجزء العلوي وصوت واحد بالأسفل أو أسفل الجسم. يحتوي على single nucleus، نواة واحدة. هذا الشكل هو التروفوزويد أو شكل التروفوزويد. هذا يعتبر الفلاجيلا هنا والنيوكليوس الواحد يعتبر من الكاركترستيك فيتشرز.
الصفات الخاصه انا بدي اتعرف على هذا الباراسايتس. مود اوف ترانسميشن شلون حيتقل؟ هو مثل ما ذكرنا هو sexual transmitted disease، هو مرض جنسي، فأكيد حينتقل from person to person، from direct person to person contacts، from من شخص إلى شخص، اتصال مباشر، فينتقل هذا المرض. اللايف سايكل من هذا الباراسايت كل سهل. That transmission is by trophozoites that occur by sexual intercourse. الانتقال حيتصل شنو؟ عن طريق الاتصال المباشر، انتقال جنسي او اتصال جنسي. واللي حينتقل هنا شنو؟ حينتقل تروفوزويد. سابقا كانت شنو؟ كنا بالجيارديا او بالانتوميا باسيلاتيكا كان الانتقال عن طريق السيست، عن طريق الكونتامينيشن. بس هنا أنا عن طريق السكشوال انتركورس، عن طريق الاتصال الجنسي، عن طريق التروفوزويد. لهذا السبب هو اوبليجيت باراسايتس. Newborns may get infected during birth. وبعض الأحيان أيضاً حديثي الولادة أيضاً يصير عندهم الانفكشن أو يصير عندهم هذا الباراسايتس نتيجة الأم. في حالة أنه الأم مصابة بهذا المرض فأيضاً ممكن تنقله للجنين. الانكوبيشن بيريود مالته من 4 من إلى 28 يوم عم تطلع الأعراض. تاخذون هنا هذا السايكل مالتي لايف سايكل. اول شيء هنا تروفوزويد ان فاجينال اند بروستاتيك سيكريشنز اند يورين. هنا التروفوزويد موجود وين؟ بالفاجينا. ملتبلايز باي باينري فيجنز، يتقسم او ينقسم بالباينري فيجن. التروفوزويد ان فاجينا اور يورترا. لما ينتقل عن طريق من يصير اتصال جنسي شخص سليم مع شخص مصاب، التروفوزويد حينتقل وحيدخل مره ثانيه اما لليورثرا او ينتقل للفجينا ويسبب لنا الامراضيه. هذا السايكل وتعاد مره ثانيه دوره الحياه. ايضا اذا الشخص المصاب ايضا اتصل جنسيا والشخص سليم ويشغل سليم فهيبا هينتقل في الباراسايت. الكلينيكال فيتشرز هنا الخواص السريرية، الصفات السريرية أو السيبتومز بصورة عامة. بالفيميل تختلف عن الميل، بالسيدات ويختلف عن الأعراض بالسيدات تختلف عن الأعراض لدى الرجال. بالنسبة للسيدات شنو الأعراض؟ باد سميل فاجينال ديسشارج. يصير شنو؟ الديشارج افرازات مهبليه كريهه، ذات رائحه كريهه. irritations burning and itching sensation. حيصير شنو؟ حيصير بها انزعاج، حيصير اكو حرقه وحيصير itching حكه بالهاي هاي مناطق. cystitis urethritis سيرفيسايتيز، هيصير التهاب بالمثانة، التهاب بالحليب، التهاب عمق الرحم. هاي كلها حيصير وين؟ الأعراض بالنسبة للفيميل للسيدات. الميل هنا أكثر secure or more secured وأكثر حظاً هنا. بالنسبة للميل usually mild or asymptomatic، ما تظهر عليهم أي أعراض. ماكو اي اعراض بالنسبه للرجال، فقط النساء هن اللي يظهرن اعراض. لهذا السبب الحالات تزيد، يعني احتمال الشخص مصاب بتراكوموناس بس هو ما يظهر اي اعراض عليه. لهذا السبب اذا اتصل جنسيا فحينقلها او حينقل هذا الباراسايت للسيدات. In some cases بالنسبه للرجال itching discomfort inside penile urethra. بعض الاحيان اكو اعراض مثل شنو؟ حكه وعدم راحه بالنسبه للرجال. بس الغالب هم اسيبتوماتيك اللي هي بدون اي اعراض.
هاي كلينيكال فيتشرز. هسه حنتكلم عن الدياجنوسيز، شلون حنشخص. ايضا بالنسبه للرجال تختلف عن السيدات. فاول شيء الكولكشن، سامبل كولكشنز فروم وومن. بالنسبه للسامبلز شلون حناخذ السامبلز؟ من الفجينال ديسشارج اللي هي عن طريق الفازات المهبليه اور اندو سيرفيكال سبيسمنز او عن طريق عنق الرحم، عن طريق المسحات عن طريق عنق الرحم. بالنسبه للرجال السامبلز شلون حناخذ؟ سامبل كولكتد فروم مين يوجد باي يوريثرال ديسشارج بروستيت فلويدز، عن طريق ايضا الافرازات اللي حتطلع من الحليب، وايضا عن طريق سوائل البروستات، وعن طريق ايضا اليورين فيرست فويدد يورين، بس اليورين او اول يورين مال الصباح، وايضا عن طريق السيمن عن طريق النطف. هاي السامبل كولكشن بالنسبه للرجال. زين هسه شلون حنبدي نشخص؟ اخذنا سامبل نبدي هسه نشخص. اول شيء مايكروسكوبيك اكزامينيشن، اول شيء دائما من اكثر الفحوصات شيوعا هو بالنسبه للباراسايت او بالنسبه للباراسايتولوجي او ميديكال باراسايتولوجي هو الاكزامينيشن باي مايكروسكوب. از ذا موست ريلايبل تكنيكس، يعتبر من اكثر الطرق ثقه بالنسبه للدياجنوستس. That domesticated pear-shaped trophozoites. داخل ال under microscope أو تحت المجهر نشوف الترافوزويتز. هو عندنا طور واحد. فأكيد حنشوف فقط الترافوزويتز. فإذا شفنا الترافوزويتز إذا هاي ال samples هو positive. أيضا عن طريق culturing زراعة عن طريق ال ELISA antigen detections اللي هي antigen antibody reaction. عن طريق ال molecular diagnosis. Using PCR techniques. Now, عن طريق DNA وعن طريق PCR هو عن طريق PCR techniques. فنقدر نشخص أيضا التراكومونوس. التريتمنت أيضا usually we are using anti-protozoa. Prevention الوقاية، تعلمنا دائما نعرف شون المرض صار نقدر نتوقع منه. فأول شيء detection and treatment of cases both partners. أول شيء نشخص ونعالج الحالات المرضية. إذا عالجنا الحالات المرضية ما يصير انتقال. Avoidance of sexual contacts with infected partners. تجنب الاتصال الجنسي مع أشخاص مصابين. Use sexual protections. نستعمل الوقاية الجنسية. هاي بالنسبة للتراكومونياسيس أو بالنسبة تراكومونوس فيجينالس. بداية المحاضرة قلنا التراكومونوس يحتوي على ثلاث أنواع تصيب الإنسان. أخذنا النوع اللي هو تراكومونوس فيجينالس ويسبب لنا تراكومونياسيس. أكو نوع آخر اسمه تراكومونوس تينالس، سبيشيز آخر بالنسبة للتراكومونوس. تراكومونوس تينالس. هاي شنو تينالس؟ It is harmless commensal parasites, not pathogenic. هو يعتبر غير مؤذي، تعايشي أو طفيلي تعايشي غير ممرض. شكله أو حجمه يكون smaller than trichomonas vaginalis، يصير أصغر من الفاجينالس. inhabit the oral cavity. وين يعيش هذا؟ يعيش بال oral cavity، بالتجويف مال الفم، تجويف مال الفم بين الأسنان. هذا سبب سموه كينالس. Usually transmitted by kissing and salivary droplets. وأيضا ينتقل عن طريق التقبيل. وأيضا ينتقل عن طريق السلايفا، عن طريق اللعاب. هذا التراكومونوس فيجينال تيناك سوري. هذا شكله. هذا التروفوزويد مالي. النوع الثالث للتراكومونوس اللي هو تراكومونوس هومينينز. هومينينز. It is a common commercial parasite. Lives in human cocoon. ومن أيضا ما يعتبر شنو تعايشي أو باراسايت تعايشي يعيش داخل الأمعاء.
occasionally found in diarrheic stool. However, but the pathogenicity, or its pathogenicity, is not yet discovered. بالنسبة لهذا المرض أو سوري بالنسبة لهذا البارازايت أو هذا النوع من التريكوموناس يعيش بها معه وحتى هسه الأمراضية مالته غير مكتشفة. بعض الأحيان شافوه ويا الستول بس هذا ما يعني إن هو ممرض. حتى هسه يبحثون عن الأمراضية مالته. هذا الهومينينز، هذا التروفيزويدز مال هومينينز. لهنا تنتهي المحاضرة مالتنا اللي تحدثنا عن التراكومونوس وأنواع التراكومونوس والأمراضية مال التراكومونوس فيجيناليس. إن شاء الله تكونوا استفدتم واستمتعتم يعني بهذا المحاضرة. شكرا جزيلا.